النهارده هيبقى تعريف ايه هو الشيطان، هل هو كائن خيالي ولا كائن حقيقي، وصفه ايه، هل هو لوحده، هل معاه كائنات اخرى، اسماءه ايه، اسلحته ايه، وفي الاخر طيب لما عرفنا كل الكلام ده هل نخاف منه ولا احنا معانا الاقوى. نبتدي مع بعض موضوع الشيطان يبقى هو ايه. وطبعا انا اقصد من الموضوع ده ان احنا بس نعرف العدو بتاعنا كويس عشان نفهم اسلوبه ونحمي انفسنا ضده، بل بالعكس كمان تزيد ثقتنا بربنا لانه ما ادناش حاجه سهله، ادلنا حاجه قويه جدا. اول حاجه الشيطان روح، وربنا يوضح انه هو في سفر المزامير مزمور 104 عدد 4: الصانع ملائكة رياحا وخدامه نار ملتهبة. والحقيقة الكلمة رؤاخ العبري دي بتعني روح، عشان كده جت 232 مرة بمعنى روح. وايضا معلمنا بولس الرسول يأكد الفكر ده في رسالة عبرانيين اصحاح 1 عدد 7، وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكة رياحا وخدامه لهيب نار. والكلمة اليوناني اللي هي بنيومة، وحتى جاي منها الروح القدس اللي هو بنيومة أجيونج، وتعني روح. فالشيطان كائن روحي يشبه كائن روحي يشبه الريح والنار. طيب هل الملائكة عددهم محدود؟ لا، الملائكة عددهم كتير جدا. سفر الرؤيا اصحاح 5 عدد 11 ويقول: ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. يعني عدد ضخم جدا. البعض حاول يقولها بطريقة حرفية ويقول يبقى عددهم 100 تريليون. طبعا الكلام ده خطأ في رأيي. ازاي جابوا 100 تريليون؟ اللي هو التريليون اللي هو 10^13، ضرب الربوات اللي هي الربوة اللي هي 10 تلاف، ضرب 10 تلاف في 10 تلاف في 1000 في 1000، قال يبقى عدد الملائكة كده. لكن لا، ده مش مقصود بيه، يقصد بألوف ألوف ربوات ربوات اللي هو عددهم كتير جدا. لكن أقوى كائن روحي من الملائكة دول كلهم كان مين؟ كان هليل بن شاخر. مين هليل ده؟ أو هليل اللي هو زهرة بنت الصبح، اللي اتقال عليه باليوناني فوسفورس ولوسيفر، ومعنى الكلمة دي باللاتيني معنى حامل الضوء. فهليل أو حتى نطقها بالعربي هلال، ده اسم الشيطان قبل السقوط. ولذلك الكتاب المقدس سمى الشيطان أسماء كتيرة جدا هندرسها مع بعض دلوقتي، لكن هو اسم واحد يفتخر به الشيطان، سواء في العربي اللي هو هلال، او اللي هو بالعبري نفس المعنى، او باللاتيني وبالانجليزي اللي هو لوسيفر. وعشان كده اسمحوا لي اقول لحضراتكم حاجه صغيره قد اكون مخطئ فيها: حامل النور او معناه بالعبري هليل بن شاخر يعني زهره بنت الصبح، زهره اللي هو كوكب الزهره بنت الصبح. ما يحبسش استخدام تعبير لوسيفر ولا يستخدم تعبير هلال أو هليل على اسم الشيطان. ليه؟ لأن ده اسم الشيطان قبل السقوط، والاسم ده هو معتز بيه مش عايز يسيبه. فمعلش بلاش استخدام حتى في الإنجليزي تعبير لوسيفر، لأن الاسم ده هو يعتز بيه، ده اسمه قبل السقوط. لكن احنا بنستخدم اسم الشيطان اللي بعد السقوط، وهو اللي اسمه الشيطان او ديفل بالانجليزي او ساطان بالاسم المعروف به الشيطان. فهمتوني في النقطة دي اساتذتي الاحباء؟ اولا ليه الشيطان متمسك باسمه؟ لان ده الاسم الوحيد اللي كان ليه قبل السقوط. لكن بعد السقوط ليه اسماء تانية في الكتاب المقدس هو يرفضها، عشان كده هلال ده اسم مرفوض، لوسيفر ايضا اسم مرفوض، عشان كده عبد الشيطان يستخدموا اسم لوسيفر وده مرفوض، ما يستخدوش اسم ديفر، يستخدموا لوسيفر اكتر.
مشكلة الكائن ده ان ربنا اداله كتير جدا، هو اعلى من بقية الملائكة فيما المواهب اللي ادهاله ربنا، ولكن رغم كل اللي ادهاله ربنا هو تكبر وسقط. فخلي بالك، بقول لنفسي اولا ان انا اخلي بالي ان اللي سقط مش بس بيسقط من الخطايا العادية وحاجات زي كده، ممكن البعض يسقط من كتر المواهب. وهو سقط ومعاه تلت عدد الملائكة، الكلام ده يفهم من سفر رؤيا 12:4. فعلشان كده أيوة الأرواح الشريرة والشياطين اللي مع الشيطان كتيرة جدا، وننتبه لحاجة مهمة، الشيطان ده مش كائن سهل، لأنه قبل ما يغوي الإنسان ده أغوى تلت الملائكة. فإحنا مش بنتعامل مع كائن سهل، احنا بنتعامل مع كائن بالفعل شديد الخطورة. فاهميني في النقطة دي أساتذة الأحباء؟ حوصف الشيطان لكن باختصار، ومعظم كلامه هيكون بالآيات الكتابية علشان ما اخطئش في بعض التعبيرات، ولكن الأمور ليها طبعا استفادة أكتر من كده، لكن الوقت مش هيكفي. أول حاجة وصف ملك بابل اللي هو مثله بالشيطان، ووضح أن كلامه يقصد به على الشيطان الكتاب المقدس في سفر أشعياء 14 من عدد 10، يقول كلهم يجيبون ويقولون لك أأنت أيضا قد ضعفت ونظيرنا وصرت مثلنا. ده طبعا الشيطان لما قيده رب المجد. أهبط إلى الهوية فخرك، رنت أعوادك، تحتك تفترش الرمة وغطاءك الدود. ويبتدي من عدد 12 يوضح أن كلامه واضح على الشيطان. كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقصى الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. فخطيته هو التكبر، لكنك انحدرت إلى الهوية إلى أسفل الجب. كل الذين يرونك يتطلعون إليك يتأملون فيك. أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك، الذي جعل العالم كقفر وهدم مدنه، الذي لم يطلق أسراه إلى بيوته. يعني الخراب اللي بيحصل في أماكن كتيرة بيبقى من سماح من الله، لكن اللي بيقود الخراب ده دايما الشيطان. كل ملوك الأمم بأجمعهم اتضجعوا بالكرامة، كل واحد في بيته، وأما أنت فقد طرحت من قبرك كغصن أشنع، كلباس القتل المضروبين بالسيف الهابطين إلى حجارة الجب كجثة مدوسة. فهو أول اسم للشيطان هو زهرة بنت الصبح، وده اسمه قبل السقوط. وتاني وصف لي هو متكبر، لكن برغم قوته دي كلها هو يوصف أنه هو ضعيف. ليه؟ لأنه قيد، قيد بصليب رب المجد. اللي يرى حقيقته يتعجب ازاي كل المجد اللي كان فيه ده ويسقط. هو هز ممالك كتيرة لانه مخادع. ايضا وصف لملك سور، الكلام ده موجود في حزقيال 28، وايضا هو وصف ضمن للشيطان. بداية من عدد 11، وكان الي كلام الرب قائلا يا ابن آدم ارفع مرثاة على ملك سور وقل له هكذا قال السيد الرب، أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكمال الجمال، كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم وستارك عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب أنشأوا فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت، أنت الكروب المنبسط المظلل وأقامتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم، بكسر تجارتك ملأ جوفك ظلما فأخطأت فطرحت من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار. فمرتبة الشيطان هو أصلا من الكروبيم، كروبيم المملئين حكمة، وهو أعلى واحد كان في الحكمة. ملاحظ حاجة جميلة، يعني حاجة غريبة، أن الحكمة أسقطت الشيطان ولكن المحبة لم تسقط أي من السيروفيم. فالسيروفيم الكائنات المليانة محبة ما سقطش منها حد، لكن الكروبيم المليان حكمة سقط منهم أعلاهم هو الشيطان.
قد ارتفع قلبك لبهجتك وأفسدت حكمتك لأجل بهائك، سأطرحك إلى الأرض وأجعلك أمام الملوك ينظرون إليك. فهو وصفه أنه هو حكيم جدا ولكن حكمته فاسدة، فهي حكمة شريرة. جميل ولكن جماله تلوث. بيتكلم طبعا، ونتأكد الموضوع ده مع بعض، ان هو بيتكلم من خلال اشياء اخرى او اشكال اخرى في سفر التكوين 3:1، اللي هو من خلال الحية، وكانت الحية احيا الجميع الحيوانات البرية التي عملها الرب الاله. فقالت المرأة حقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة. او ممكن يتكلم مباشرة، وايضا الكتاب المقدس اكد ده في انجيل لوقا اصحاح 4:3 في التجربة في البرية، وقال له ابليس ان كنت ابن الله فقل لهذا الحجر ان يصير خبزا. ايضا من صفاته ان هو مشتكي. سفر الرؤيا اصحاح 12:10، وسمعت صوتا عظيم قائلا في السماء الان صار خلاص الهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لانه قد طرح المشتكي على اخواتنا الذي كان يشتكي عليهم امام الهنا نهارا وليلا. فهو مسؤول عن الشكوى. ايضا الصفة التاسعة ليه ان هو مقاوم. سفر زكريا اصحاح 3:1، واراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائما عن يمينه ليقاومه. صفة ايضا الكلام ده في سفر يهوذا، رسالة يهوذا اصحاح طبعا 1:9، واما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يكسر ان يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. الصفة العشرة لي من أعماله أن هو مغربل. إنجيل لوقا أصحاح 22:1 يقول وقال 31، وقال الرب سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. الصفة الحداشر أن هو خبيث، بيفكر بحكمة ولكن لا يعلن أفكاره. الكلام ده في رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس صح 2، يقول في 11 لا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. الصفة 12 إن هو إرادته أن يصنع فخاخ لإسقاطنا. الكلام ده أيضا في رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لتيموثاوس صح 2:26، فيستفيق من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته. صفة 13 رغم علمه الفائق لكنه يعلم بعض العلم. كلام ده في رؤيا يوحنا 12:12، ويقول افرحي من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، ويل لساكن الأرض والبحر لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم عالما أن له زمانا قليلا. وطبعا الصفة دي توضح أنه هو من صفته أنه دايما عنده غضب عظيم، وعلشان كده تلاقوا أتباعه الصفات دي تتبعهم، يتعاملوا بخبث، دايما غضبانين ومتنرفزين ويدعون الغضب ده في الحق، دايما اسلوبهم ملتوي، ما بيعجبهمش الحق، دايما بيشتكوا وخاصة على اولاد الله. كذاب في انجيل يوحنا اصحاح 8:44، انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا، ذلك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لان ليس فيه الحق، ما تتكلم بالكذب فانما يتكلم مما له لانه كذاب وابو الكذب. صفة 16 ان هو يغوي، وده وصف مهم لي ان هو دايما هدفه الاغواء. سفر اخبار الايام الاول اصحاح 21:1، وقف الشيطان ضد اسرائيل واغوى داود ليحصل اسرائيل. ده بعض من صفات الشيطان. طيب سؤال مهم بيتردد، لو هو بالفعل كائن حقيقي وله هذه الصفات، وعرفنا ان هو كائن روحي ومعاه كثيرين، متى سقط بالظبط؟ قد أكون فكرة الآن وقد أكون مخطئ فيها، لكن ندرسها مع بعض من عدة أصفار. متى سقط الشيطان؟ سفر إشعياء اصحاح 14 يخبر أنه طرح للأرض، يعني سقوط الشيطان بعد خلقة الأرض، لأنه بيقول كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم. فالأرض كونت غالبا قبل سقوط الشيطان في مراحلها الأولى، ولكن هو سقط قبل خلق الإنسان، يعني هو سقط ما بين تكوين أساسات الأرض وقبل سقوط الإنسان. سفر أيوب يحدد أكتر النقطة دي
إصحاح 38 عدد 4 ربنا بيكلم أيوب بيقول له أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم، من وضع قياسها لأنك تعلم، أو من مد عليها مطمارا، على أي شيء قررت قواعدها، أو من وضع حجر زاويتها عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. نلاقي ترنمت كواكب الصبح، واحد من كواكب الصبح هو زهرة بنت الصبح. فلما تكونت الأرض كان زهرة بنت الصبح من قائد التسبيح، وده قبل حتى ما تنفصل اليابسة عن الأرض، من حجز البحر بمصاريع حين اندفق فخرج من الرحم. فهو مع تأسيس الأرض كان موجود، وكان من ضمن قائد الترنيم، لأنه رئيس ملائكة أو رئيس في كواكب الصبح، عشان كده يطلق عليه زهرة بنت الصبح. وده قد أكون مخطئ فيه، بس ده اللي فهمته، وتاني لو حد يعني يصححني في معلومتي أكون يعني أشكره جدا على الأمر ده. في سفر أيوب يكمل طبعا بعد كده ويوضح تسلسل هذا الأمر. هل في أيامك أمرت الصبح؟ هل عرف الفجر موضعه ليمسك بأكناف الأرض فينفض الأشرار منها؟ وده معناه أن بدأ الأشرار يتكونوا، تتحول كالطين الخاتم وتقف كأنها لابسة، يمنع عن الأشرار نورهم وتنكسر الزراعة المرتفعة. فالشرير اتمنع عن النور في هذا الزمان، وانكسر كبرياءه في هذا الوقت، وانكسر زراعه المرتفعة وسقط إلى الأرض. كويس، لغاية دلوقتي فهمنا بعض صفات الشيطان، وفهمنا مكانته قبل السقوط وزمان سقوطه. نبتدي ندرس أسماءه معا. أسماء الشيطان إيه؟ أخذ اسم في الكتاب المقدس، وده أول اسم يذكر له في الكتاب المقدس، اللي هو نخاش، اللي هي الحية، وهي جاية من فعل يهمس في العبري، اللي هي زي بنقولها في العربي فحيح، أو الصوت الثعبان، الثعبان. فنخاش ده أول اسم أطلق على الشيطان. الاسم الثاني اللي هو شيطان، اللي هو شطان أو سطن بالإنجليزي، وده معناه اللي هو الأجينست أو الوزستاند أو الأبوننت، يعني المقاوم، يعني هو عدو الخير المقاوم، الخصم. فهو أخذ دور الخصم الشيطان. إبليس اللي هي في اليوناني ديابلوس، وكلمة ديابلوس يعني الذي يغوي. فالشيطان اللي هو متهم بالكذب، الشيطان الذي يقذف بكذب وتدليس، أو هدفه الأساسي هو يغوي البعض، هو ده معنى كلمة ديابلوس. بعض الأسماء التانية تنطبق أيضا على بعض صفاته. التنين، وده حسب رؤية يوحنا اللاهوت 12:7، حدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته. أخذ اسم بعل زبوب، سفر ملوك الثاني صح 1:2، اللي هو يعني إله الزباب. وأخذ اسم في العهد الجديد بعل زبول، في إنجيل متى صح 10:25، ويقول إن كان لقد لقبوا رب البيت بعل زبول فكان بالحري أهل بيته، وده معناه إله الروس أو إله الأشياء القذرة. أخذ لقب إله هذا الدهر، رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس 4:4، الذي فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. أيضا أخذ لقب رئيس سلطان الهواء، وده الاسم الثامن، رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس 2:2، التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. أخذ أيضا لقب رئيس هذا العالم، وده الاسم التاسع، في إنجيل يوحنا صحاح 16:11، وأما على دينونة لفأن رئيس هذا العالم قد دين. سلطان الظلمة، فهو المتسلط على الظلمة، في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كلوسي 1:13، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. الاسم العاشر المضل،
في رسالة يوحنا الرسول الأولى الثانية إصحاح 1:7، لأن قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح أتيا في الجسد، هذا هو المضل والضد للمسيح. المجرب ده اسم 11 في إنجيل متى إصحاح 4:3، فتقدم إليه المجرب وقال له. الاسم 12 الشرير في إنجيل متى إصحاح 6:13، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. 13 العدو في إنجيل متى 13:39، العدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. اسم 14 الكذاب، طبعا الكذاب وأبو الكذب، ده في إنجيل يوحنا إصحاح 8:44، اللي يقول ما أنتم من أبو هو إبليس ديابلوس، وشهوات أبيكم تريدوا أن تعملوا، ذلك كان قتلا الناس من البدء ولم يثبت في الحق لأن ليس فيه حق، ما تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذب. واسمين اتذكروا في رؤيا اللي هو أبدون وأبليون في رؤيا يوحنا 9:11، وكلمة اللي هو أبدون وله ملاك الهوية ملكا عليها، اسمه بالعبرانية أبدون وله باليونانية اسمه أبوليون، وكلمة أبدون هو ده معناه المهلك بالعبري، وأبوليون ده معناه المهلك باليوناني. وطبعا ده بالإضافة للاسم اللي قلت لحضراتكم هو زهرة بنت الصبح اللي هو هلال بن أو هلال بن شاخر في العبري، اللي هو في سفر أشعياء 14:12، وقلت لحضراتكم معنى الاسم ده وأهميته. وهو جه في الترجمة فسفورس أو حامل النور أو المضيء، وهليل بن شاخر يعني زهرة بنت الصبح، عشان كده زي ما طلبت لحضراتكم محدش يلقب الشيطان باسمه قبل السقوط. فعلا في رؤية يوحنا ذكر اللي هو ملاك الهوية أو رئيس الهوية. طيب الأسلحة اللي في إيده إيه؟ هو بيستخدم الرؤساء والسلاطين في إيده، وده أول سلاح بيستخدمه، يعني ممكن يستخدم مدير في الشغل للسلاح في إيده. رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسح 6:11 يقول البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على الظلمة هذا الظهر مع أجناد الشر الروحية في السماوات. أيضا من ضمن أسلحته بيستخدم مجموعة من الأرواح التابعة له اللي هي الملائكة اللي قلنا عليهم وسقطوا وتبعوه، وهم بينقسموا لعدة أنواع. واحد أرواح شريرة في إنجيل لوقا إصحاح 7:21، وفي تلك الساعة شفي كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة ووهب البصر لعميان كثيرين. ففي أنواع أرواح تسمى أرواح شريرة، ودي تخصص من ضمن تابعين للشيطان. أرواح نجسة في إنجيل متى إصحاح 10:1، ثم دعا التلاميذ الاثنى عشر وعطاهم سلطان على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. ثلاثة أرواح رديئة أو روح رديء في سفر صمويل إصحاح 16:14، وذهب روح الرب من عند شاول وبغته بروح رديء من قبل الرب. أربعة أرواح عرافة أو روح عرافة، ما يصيبش بحاجات نجسة زي اللي فات، لكن يعطي للإنسان القدرة على العرافة والحاجات الشريرة اللي بيعملها العرافون. وده سفر لوين إصحاح 19:31، لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسون بهم أنا الرب إلهكم. وفي سفر أعمال الرسل 16:16، وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة إن جارية بها روح عرافة استقبلتنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. من أسلحته إن هو يستخدم أيضا أرواح كاذبة. سفر ملوك الأول 22:23، والآن هو ذا قد جعل الرب روح كذب في أفواه جميع أنبياءك، وده اللي كنا بنتكلم عليه من شوية صغيرة، والرب تكلم عليك بشر. ستة أرواح مضلة، رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لتيموثاوس 4:1، ولكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تبعين أرواح مضلة تعليم شياطين. وأيضا رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى 4:6، نحن من الله فنؤمن، فمن يعرف الله يسمع لنا ومن ليس من الله لا يسمع لنا، ومن هذا نعرف روح الحق وروح الضلال.
روح غي، سفر أشعياء 19-14، مزج الرب في وسطها روح غي فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه. ونلاقي الموضوع ده واضح بشدة على اللي بيحصل في مصر. روح خرس في إنجيل مرقس 6-17، فأجاب واحد من الجميع وقال يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح خرس. روح ضعف في إنجيل لوقا 13-11، وإذ امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة. روح فشل، رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تيميساوس، لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. عشان كده بعض الناس يكون عليها أرواح شريرة، لكن ممكن نلاقيها أنواع مختلفة. فممكن واحد يكون عنده ضعيف بسبب روح شرير عليه، إنسان بيعمل حاجات نجسة بسبب روح شرير عليه، إنسان بيتكلم بروح عرافة بسبب روح شرير عليه، إنسان مجنون عشان روح شرير عليه، إنسان ما بيتكلمش تماما ومزهول في دنيا تانية علشان روح شرير عليه. علشان كده ربنا وضح، وطبعا في موهبة إخراج الشياطين، لكن حاجة دايما رائعة إن احنا بنلاقي الإخوة المسيحيين ما بتجيلهمش الحاجات زي دي، لكن ناس تانية هي اللي بتصاب بيها. أيضا من أسلحة الشيطان، وبنكمل في أسلحته، فإن اتكلمنا على أسلحته، هو ممكن يستخدم الرؤساء والسلاطين، ممكن يستخدم الأرواح التابعة له، الأرواح الشريرة، ممكن يستخدم صفات تشبه صفات الحيوانات، فزي الحية في الالتواء والخبز، سفر التكوين 3-1، يشبه في أسلحته أو في قوته التنين، في قوته مع تحويه، وذلك في سفر أشعياء 27-1، وفي ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوثيان الحية الهاربة، لوثان الحية المتحوية، ويقتل التنين الذي في البحر. أيضا يشبه قوة شديدة قوي زي بهيموث، ودايما اللي هو يرمز للقوة البهيمية والشهوات الأرضية، في سفر أيوب 4-15، هو ذا بهيموث الذي صنعته معك يأكل العشب مثل البقر. ودائما الشيطان من أسلحته أن هو عايز الإنسان يتجه للأرضيات والشهوات الأرضية، الشهوات البهيمية. أيضا بيستغل أحيانا الخوف، التخويف، زي الأسد في رهبته وبطشه، في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى 5-8، اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. أيضا يستخدم حاجات تشبه الخطف، زي إنجيل لوقا 8، خرج الزارع عدد 5، خرج الزارع ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فأنداس وأكلته طيور السماء. وطبعا يقصد بالعدد ده لما شرحوا الذين على الطريق هم الذين يسمعون ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة. فخلي بالك الشيطان ممكن يجرب معاك أنه هو عن طريق أن يخوفك، أو عن طريق يجذبك لشهوات بهيمية، أو عن طريق يخطفك أو يخطف وقتك أو يخطف حاجات مهمة بالنسبة لك، أو عن طريق إن هو يحاول يلتوي ويأتي بأسلوب شرير، أو يستغل الرؤساء والسلاطين، أو يستغل أرواح شريرة، أو أيضا يستغل الأشخاص اللي بيسلموا نفسهم للشيطان زي فرعون وبلاق ويهوذا الإسخريوط وغيرهم كثيرين. بل ممكن يوصل لدرجة ان هو يشكك البعض في حاجات خطيرة جدا زي خداعه، زي ما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس 11-14، ولا عجب ان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور. عارف كل اللي قلته لغاية دلوقتي كلام مزعج جدا جدا، لكن حاجة مهمة جدا، احنا معنا الله موجود وهو اللي خلق الشيطان. فهمنا بعض الأسلحة اللي بيستخدمها الشيطان وإيه محاولاته، وإحنا بالحقيقة أمام الشيطان ما نقدرش نعمل حاجة، لكن ربنا أمام الشيطان، كل الشيطان أمام ربنا كل شيء مكشوف. يعني الله يعرف إيه اللي في فكر الشيطان وإيه اللي عايز يعمله، وربنا سمح بسقوطه. طيب السؤال المعتاد وبنتسأله كتير، الشيطان ده اللي صعب جدا وبيتعبنا جدا، وهو أصلا كائن رائع من الأول، ليه ربنا ترك الشيطان بعد سقوطه وما فنهوش؟
خلوني أقسم الموضوع نقطتين. حاضر أستاذ جدلف، الفرق ما بين روح العرافة اللي هو الرواح الشريرة اللي بتدخل على إنسان وبيدعي الإنسان أن يعرف عرافة ويقول حاجات تنبؤات للمستقبل بروح شريرة، وهو طبعا ده ليس من عند ربنا. أما تمييز الأرواح دي موهبة من مواهب الروح القدس، اللي الإنسان لما يسمع نبوة قدامه يقدر بإرشاد الروح القدس بكل سهولة يميز إن الكلام ده صادر بالفعل لأنه أمامه نبي من أنبياء الله اللي عنده موهبة النبوة وبيقول كلام صادق، أم أمام واحد شرير حالل عليه روح شرير روح عرافة وبيقول كلام بالعرافة. فالفرق ما بين الاثنين هو فرق ما بين روح شرير من الشيطان روح العرافة وموهبة من مواهب الروح القدس اللي بيدي روح تمييز. فهقسم سبب ان ربنا وصلنا لغاية دلوقتي بعد ما خوفتكم بالقدر الكافي، انا اسف، ليه ربنا ما افناش الشيطان وريح البشرية كلها من كل ده بعد ما سقط. هقسم الاجابة على السؤال ده في نقطتين، سبب وهدف. السبب في عدم افناء الشيطان ان الشيطان كائن روحي، والطبيعة الروحية مفيش في خواصها الفناء، عشان كده الإنسان جسده مادي، جسده يفنى، لكن روح الإنسان لأنها طبيعة روحية لا تفنى. فالجسد يعود للتراب والروح لتعود لربنا. فالشيطان اتحكم عليه بالهلاك الأبدي في بحيرة النار والكبريت، لكن لا يفنى، وده الموجود في رؤيا يوحنا 12:10، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. لكن الهدف ليه ربنا تركه؟ علشان يكون للشيطان دور مهم في رفع الإنسان من مكانته الأرضية إلى مكانة سماوية رائعة جدا اللي هو الملكوت الروحي. الكلام ده موجود في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس صحة 2:9، بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين وما لم تسمع أذن وما لم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبون. فربنا خلق الإنسان ليه حق الاختيار، يختار أن يقبل ملكوت الله ملكوت السماوات عشان يحيا مع ربنا، أو يختار يحيا مع الشيطان. والشيطان اللي بيختاره هو شيطان شرير وشرس جدا وخبيث، ولكن ربنا قادر يحول كل حاجة يعملها الشيطان للخير. فلو أفنى الشيطان، ربنا أفنى الشيطان من البداية، لكان مكانتنا فقط هي جنة عدن، الجنة المادية، اللي طبعا الجنة لا تقارن بملكوت السماوات. أعيد النقطة دي، حاضر، ليه ربنا لم يفني الشيطان من ساعة سقوطه؟ لسببين، لسبب وهدف. السبب الأساسي أن الشيطان ده روح والروح لا تفنى، وربنا عارف كده. فلو ربنا أفنى الشيطان رغم أنه هو روح، يبقى ربنا خالف اللي قال عليه لأن الروح لا تفنى. لكن مش ده الهدف، هدف أن ربنا تركه يسقط من ذاته، وتركه يجرب الإنسان ويكون قاسي جدا على الإنسان، علشان يكون فرصة للإنسان أن يختار ما بين الله والشيطان. لأن لو إنسان ما اختارش ما بين الله والشيطان، يبقى هي فكرة الإنسان مسير غصب عنه ويختار ربنا، ويبقى ربنا ما اداش فرصة للإنسان أن يختار ربنا بنفسه للمحبة، زي العريس اللي عايز يتجوز واحدة وما ادالهاش فرصة الاختيار توافق عليه أو ما توافقش، يبقى ده مش محبة حتى لو بالفعل هو يحبها. لكن الله أحب الإنسان وقال لذتي في بني آدم، عشان كده سمح للشيطان يسقط الإنسان في التجربة، وما أفناش الشيطان علشان يبقى الإنسان زي ما أسقطوا الشيطان في التجربة، يكون الإنسان له حق الاختيار يتمسك بربنا فينجو من التجربة ويتبرر بدم المسيح، ويكون الإنسان اختار الله بإرادته الكاملة. يعني الشيطان كان أداة يحول ربنا أن الإنسان يكون له حق الاختيار يختار ربنا ولا يرفض ربنا. ونقطة مهمة
أن حتى لو ربنا لم يسمح بسقوط الإنسان وكان أفنى الشيطان من البداية، الإنسان كان هيستمر فين؟ في جنة عدن. لكن سمح ربنا للشيطان أن يجرب الإنسان، فلما الإنسان سقط تحول هذا الأمر للخير، لخير أكتر بكتير مما يتخيل الإنسان، لأن الإنسان بسبب سقوطه على يد الشيطان أصبح له الحق لو اختار ربنا ينتقل من مرحلة المادية جنة عدن واللي نزل منها للأرض المكان الأرضية أن يرتفع إلى ملكوت السموات الملكوت الروحي، وطبعا لا يقارن. ودي نقطة بركز عليها كتير، الإله اللي بيقول إن أنا هرفعك من الأرض لجنة تقعد تاكل وتشرب وحريات والكلام من ده، طب هو عمل لك إيه؟ ما عمل لكش حاجة، أنت كنت في جنة عدن سقطت للأرض ورفعك تاني لجنة عدن، يبقى هو ما عملش حاجة، يبقى بيضيع وقت. أما الإله اللي يحول حتى شر الشيطان للخير، ومش خير عادي، ده استخدم الشيطان لرفع الإنسان من جنة عدن وسقوطه للأرض، وباختيار الإنسان يصعد إلى ملكوت السماوات الملكوت الروحي اللي هو ما لم تراه عين، أعلى بكتير من جنة عدن. ده يبقى الإله اللي بالفعل صادق في كلمته لما بيقول كل أشياء تعمل معه للخير، يعني مش بيضيع وقتك. ربنا لما بيسمح لك بتجربة مش عشان يضيع وقتك ولا يضيع وقته خالص، لكن هو عارفك ان في نهاية التجربة هيديك خير اكتر مما كنت عليه في بداية التجربة، حتى لو كان خير روحي، حتى لو كانت خبرة روحية، حتى لو كانت تزكية لملكوت السماوات. فعشان كده كل الاشياء تعمل معا للخير، حتى التجارب الصعبة جدا بتوصل للخير، وحتى الشيطان اللي شفناه من اشرس ما يكون حتى ده ربنا استخدمه للخير. لكن لو هو فقط ساب الشيطان يوقع الإنسان من الجنة للأرض عشان يرفع الإنسان مرة تانية بشوية حسنات من الأرض للجنة نفس المكانة، يبقى ضيع وقت الإنسان وضيع وقت نفسه، ويبقى إله ما عملش حاجة. هل النقطة دي واضحة أساتذتي الأحباء ولا أشرحها مرة تانية؟ فهمتوني حضراتكم أقصد أقول إيه في النقطة دي، لأنها نقطة مهمة. اللي هيرفعك وعد ان هيرفعك لنفس الجنة اللي انت كنت فيها او مكانة مساوية ليها بيضيع لك وقتك، لكن الاله اللي بيحول شر الشيطان لخيرك الابدي في ملكوت السماوات الذي لا يوصف، هو ده الاله اللي بيحول الشر للخير لو تمسكت بيه فقط. طيب، عارف ان كل اللي قلته ده يخوف البعض، ليه كل الحاجات دي كلها قعدت توصف قوة الشيطان وذكاء الشيطان وحكمة الشيطان وأسلحته والكلام من ده؟ عشان أأكد حاجة واحدة، الإنسان في ذاته بحسناته أو بمجهوده ما يقدرش يقف قدام الشيطان خالص، لأن الشيطان يمتلك قدرات وصفات وحكمة أعلى مننا بكتير، ولكن المفرح إن احنا مش محتاجين نخاف من الشيطان أو حتى نقف قدامه لوحدنا، لأن ده اللي عمله المسيح. المسيح اتجسد زي ما بيقول في رسالته العبرانيين إصحاح 2 عدد 14، إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس. يعني المسيح انتصر على الشيطان عننا، وزي ما بيقول في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كلوسي صح 2 عدد 15، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جاهرا ظافر بهم فيه. اللي معانا ليس أضعف من الشيطان، واللي معانا مش مساوي للشيطان، واللي معانا مش أقوى بقليل من الشيطان، لكن اللي معانا هو خالق الشيطان اللي جرده من قوته وإدانا يكون إن هو في حياتنا، وإدانا مش بس كده زي ما يقول معلمنا بولس الرسول رسالته لأهل روميا 8:37، ولكن في هذه جميعا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يعني لو تمسكنا بالمسيح وحفظنا على أعمال النور للظلمة يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. يعني المسيح هو اللي يقودك تنتصر على الشيطان، تستمر في موكب المسيح ونخضع للمسيح ويقدينا ان احنا نقاوم ابليس فيهرب مننا. بالفعل هيقاومنا، لكن نقاومه ويهرب مننا. الحاجة الكويسة
ودي عايز أوضح عليها وأرجو أن حضراتكم تركزوا معايا. المسيح ما سبناش أمام عدو ضعيف، لأن لو كان الشيطان ضعيف يبقى عمل الله قليل وعمل الله فينا ضعيف. لكن المسيح وضعنا أمام عدو قوي جدا جدا فوق قدرات البشر بكتير جدا. ليه؟ علشان يظهر مجد الله فينا من أروع ما يكون. اللي يسفه من الشيطان زي واحد تاني، الإله مش محتاج الشيطان في حاجة، هو اللي بيقوم بكل حاجة والشيطان ده مركون على جنب، يبقى عمل إله ده إله ضعيف وعمل قليل. لكن الشيطان بالفعل قوي جدا، وربنا اداله كل المواهب دي كلها، وعارف ان هو هيسقط وعارف ان هو هيغوي الانسان، علشان لما ربنا يدينا نعمة ان ننتصر على الشيطان نعرف ان احنا في ذاتنا ولا شيء، لكن نعرف ان عمل الله فينا من اروع ما يكون. ده المسيح ادانا، مش ان احنا نقف قدام عدو صغير ولا جيش ولا شوية بشر ولا حيوانات ارضية ولا وحوش مفترسة، ده ادانا ان احنا نقف امام الشيطان ويهرب مننا بأعمالنا اللي لما يدينا المسيح ان احنا نعمل بنعمته. والمسيح ادانا اسلحة نقدر نقاوم بها الشيطان وننتصر عليه بكل سهولة، بالإيمان العامل او بالإيمان والأعمال، حسب ما يقول معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس 6: اخيرا يا اخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. وعشان كده حبيت أقولها النقطة دي قبل ما نبتدي ندرس الأسلحة اللي بيقولها لنا المسيح، لأن صراعاتنا ليس مع لحم مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم، مع ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل هذا احملوا صلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في يوم الشرير، وبعد أن تتموا كل شيء أن تثبتوا. اثبتوا بإيه؟ متمنطقين أحقاءكم بالحق ولابسين درع البر. عشان كده حق المسيح ده مش قليل، البر اللي بدهن المسيح ده مش قليل. حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. إنجيل السلام ده كلمة الله، ده سيف يخاف منه الشيطان اللي هو أحكم الملائكة. حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. مصلين بكل صلاة وطلب كل وقت في الروح، صاهرين لهذا بعينه، بل بكل مواظبة وطالبة لأجل جميع القديسين. عارف أخويا الحبيب لما تقف تصلي أمام ربنا وانت متمسك وواثق في اسمه، تعرف ان انت موقفك ده مش أقوى من ملك بيحارب ممالك وبينتصر عليهم، ومش أقوى بس من شمشون اللي بيحارب ويقف يقتل 1000 واحد، ده انت اقوى من ذلك بكثير. ده قوتك في صلاتك، لان ده انت اقوى من الشيطان اللي هو اقوى من شمشون واقوى من الناس دول كلهم. لان المسيح بيديك بالاسلحة دي ان انت تنتصر على اللي فوق قوة البشر. كل ده مع الصلاة والصوم، زي ما يقول في إنجيل مرقس 9:29: فقال لهم هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. ده بالصلاة والصوم أنت مش هتحارب مملكة وتهزمها، ومش هتحارب وحوش ولا بشر وتقف لوحدك تهزمهم وتهزم لوحدك آلاف، لا، ده أنت هتحارب اللي أقوى منهم وتنتصر عليه، زي ما يقول في إنجيل متى 16:18: وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. فإحنا بنسالم كل البشر حتى اللي بنشعر هم من أتباع الشيطان، ولكن رغم كده مملكة الشيطان أبوابها لا تقف أمامنا لما نهاجمها. وعشان كده إحنا دورنا دفاعي عن إيماننا، ودفاعنا ده هجوم على مملكة الشيطان. عشان كده اكسب من الشيطان ولاده، اهجم وافتح أبوابه وخرج اللي محبوسين في مزرعته أو في حظيرته، ولاد وجيبهم للمسيح. اللي محبوسين في حظيرته دول مش أعدائك، دول اللي هيبقوا إخواتك، هم عبيد لي دلوقتي لكن هيتحولوا لرفقاء وإخواتك لما تقدر تجيبهم. عشان كده خدمة المسيحيات وخدمة الإسلاميات دي خدمة رائعة الاثنين،
بس اعمل بفهم ان انت مش هم من اعدائك، ده هم من هدفك ان انت تجيبهم. عدوك الوحيد هو الشيطان وليس المسلمين وليس اللادينيين او الملحدين او اي انسان، دول مش اعدائنا. عدونا هو الشيطان ومملكته، احنا عايزين نكسر بابه ونخرج المحبوسين جوه. عشان كده اتدرب باستمرار ان في نقاشك وفي اسلوبك تكون بلا عثرة، زي ما يقول في اعمال الرسل 24:16، لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس، من نحو الله والناس. استمر في اعمال البر المغلفة بدم المسيح حتى في نهاية الحياة على الارض تعلن انتصارك، زي ما يقول لنا سفر الرؤيا اصحاح 12:11، هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. طبعا زي ما قلنا معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطية اصحاح 3:27، لأنكم كل الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. فعشان كده كل الكلام اللي وصفته لكم ده مش يخوف، ما نخافش من الشيطان. فأنا في ذاتي أنا عارف أن أنا ما أقدرش على الشيطان، ولكن بالرب يسوع المسيح ده أنا أقدر، مش أغلب العالم، ده أنا أقدر أغلب رئيس هذا العالم اللي هو الشيطان، وأنقذ المحبوسين في أسر الشيطان، وأقدر أهزمه وأقدر أفوز بإكليل الحياة اللي المسيح استغل الشيطان عشان يعطيني، ليس فقط جنة ولكن بالشيطان ربنا اداني أن أفوز بإكليل الحياة. آسف لو كنت طولت في الموضوع ده وأخذ مداخلات حضراتكم، سواء